جيت اساند الدكتور محمد مرسي في القرار اللي هو نطع بيه امبارح، ده اعاد الامور اللي نصبها ورجع يعني كرامه 30 مليون راحوا انتخبوا مجلس الشعب. ما ينفعش بعد انتخاب مجلس الشعب للدوله انفقت عليه اكتر من 2 مليار جنيه ونرجع بمجرد جره قلم ان احنا نعيد الكره من اول وجديد تاني. القرار ده بيرضي جميع الاطراف، يعني هو احترم حكم القضاء وقال ان بعد موافقه الشعب على الدستور الجديد 60 يوم وبعدين ترجع انتخابات جديده لمجلس الشعب، وبكده هو ضمن او الراجل احترم سلطه القضاء واحكام القضاء، وكمان احترم اراده الشعب المصري اللي انتخبه او انتخب مجلس شعب يمثله من 30 مليون واحد من الشعب انتخبوه في الاشهر اللي فاتت. مجلس الشعب ده كلف جمهوريه مصر العربيه ملايين، بل يمكن دخل في المليارات، ده كله من دمنا احنا، من دم الشعب المصري، خد مننا وقت، خد مننا مال، استهلك مننا جهد كبير جدا، ولاول مره في مصر تحصل انتخابات حره نزيهه تعبر عن اراده هذا الشعب المصري الحر الابي. يجوا هم النهارده عشان عايزين يرجعوا الى ما كانوا عليه، الى الجاهليه بتاعتهم الاولى بتاعت الحزب الوطني المنحل اللي هو التزوير، تزوير اراده الشعب. ولكن نقول للمجلس العسكري ونقول لمجلس القضاء انتهى عصر الفوضى، انتهى عصر التزوير. جاي النهارده عشان ايد حكم الدكتور محمد مرسي برجوع مجلس الشعب، لان صدور قرار بحل مجلس الشعب قرار باطل، لان المحكمه الدستوريه العليا وظيفتها الفصل في القرار، تقول القرار ده صح ولا لا، لان في قاعده في القانون في العالم كله لا يجوز لهيئه منتخبه ان تحلها هيئه معينه. الدكتور محمد مرسي لما تعدى على قرار القضائي، لان حل المجلس قرار سياسي بالدرجه الاولى وليس قرار قضائي. هذا القرار الصائب الذي يعد بالفعل كما يقال انها ضربه معلم، لان هذا القرار بالفعل قد اعاد النصاب او اعاد السلطه الى اصحابها بعد ان سرقت، وبعد هذا السيناريو الواضح الذي اكتشفه الشعب. لا يوجد هناك نص في الدستور ولا يوجد هناك اي تاصيل يجعل لاي سلطه ان تحل سلطه اخرى، فيعد ما قامت به المحكمة الدستورية تغول قضائي منها على السلطة التشريعية الممثلة في مجلس الشعب. كلام الشعب ماشي وكلام الرئيس ماشي، للتخين والصغير من أول المشير لازم عيل في حضانه.